يا مساء الخير والسعادة والتفاؤل على كل مشاهدينا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجي وبرنامجكم بدايتك مع هبة. ضيفة النهاردة معانا مش غريبة عليكم، هي كانت معانا ضيفة في حلقة قبل كده، أكيد معظمكم هيكون عارفها، أستاذة منة محمد، ميك اب ارتست وأخصائي تجميل بشرة وشعر. مساء الخير يا منة، مساء النور يا هبة، عاملة وأهلا ايه يا حبيبتي؟ بيكي. نورتيني. ربنا يخليكي، وأهلا بالمشاهدين. اهلا كل بيك سنة يا وانتم طيبين بمناسبة المولد وانتي النبوي طيبة يا صلى حبيبتي، الله عليه ربنا يعيده وسلم. عليكم بالخير يا رب دايما يا رب اللهم آمين. يا رب يا وإن شاء حبيبتي. الله نقدم مع بعض حلقة النهاردة الكل يستفاد منها ان بإذن شاء الله الله. يا حبيبتي، احنا طبعا بنستكمل حلقة المرة اللي فاتت. بإذن الله. احنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن الميك اب، وجينا طبعا عند الكلام على البشرة وكده، الوقت طبعا ما كفاش، فقلنا تمام. ايه نظبط الدنيا النهاردة. قولي لي بقى يا منى، عايزين نبدأ في الأول خالص، هنعرف تاني أو هنقول تاني أنواع البشرة علشان الناس اللي لسه مش بتعرف بشرتها لحد دلوقتي، قولي لهم يعرفوا تمام. نوع بشرتهم إزاي. الأول ناخد أنواع البشرة. تمام أنواع معاكي. البشرة عندنا بشرة دهنية، تمام بشرة جافة، تمام بشرة مختلطة، تمام بشرة حساسة، حلو قوي. بشرة عادية. تمام. إزاي أعرف نوع بشرتي؟ طبعا لو مش بروح لدكتور أو حاجة، إزاي أعرف نوع بشرتي؟ تمام. جيب مثلا حاجة بسيطة جدا كل بيوتنا، جيب بخاخة فيها مية، حلوة أوي. فيها حبة ملح، يعني نص معلقة ملح كده، تمام مثلا اغسل وشي وانضفه كويس، بعد كده حلوة أوي. ببخ على مية بشرتي بملح. مية بملح، تمام بسيبها لمدة ساعة. حلوة أوي. بعد الساعة اعمل ايه؟ اغسل بشرتي. تمام ده اختبار سهل جدا كل المفروض يعمله. تمام بعد كده بعد ما بغسل بشرتي بشوف بقى، انا بحط ايدي كده على بشرتي تمام الاقيها زي ما هي، لا دهنية ودهنية دهنية، في دهون، تمام فكده دي طبيعة أكيد البشرة طبعا الدهنية. دهنية. تمام فالبشرة الجافة طبعا بحس ان هي نشفت، يعني هي بتبقى اصلا جافة وناشفة، بحس ان هي نشفت اكتر. البشرة المختلطة بحس ان بشرتي هنا ناشفة هنا ناشفة تمام هنا دهون دهن. بسيط كده دهون، دي بشرة تمام مختلطة. تمام البشرة العادية ما بحسش بيها بأي فرق. البشرة قبل الجافة زي طبعا بعد عادي قلناها. مفيش اي فرق خالص. البشرة الحساسة بقى أول ما بتحطي عليها المية ميه بملح بملح اكيد طبعا بتعمل التهابات توجعك، ما تمام بتستحملهاش، تمام زي حد حاطط ليمون على وشين، بالظبط كده. فما بتستحملهاش، فبتغسل البشرة على طول. تمام بس حاجة بسيطة يعني. طيب كده حلو، احنا كده عرفنا اهو انواع البشرة، او تمام. كل واحدة تعرف ازاي نوع بشرتها تعرف ايه نوع بشرتها ايه؟ بالظبط كده. طيب قولي لي، انا يعني انا من وجهة نظري طبعا متواضعة طبعا عشان ماليش علاقة قوي بالميك اب زيكم طبعا، ان البشرة الدهنية هي اكتر البشرات بيبقى فيها مشاكل، صح الكلام ده؟ هي اكتر بشرة فيها مشاكل البشرة الدهنية، صح بس كده اكتر تمام. بشرة فيها مميزات. مميزات. مميزات تمام المميزات اللي فيها بتغني عن العيوب بجد. طب زي ايه بجد. مثلا مميزاتها؟ نبدأ بمميزاتها، هي فيها مميزات وفيها عيوب. تمام. تمام نبدأ بالمميزات بتاعتها. تمام المميزات بتاعتها ان هي بتبقى رطبة على طول، ما بتحتاجش اي مرطبات تمام عشان نسبة الدهون اللي هي بتفرزها البشرة. تمام تمام. حتى لما بتيجي في فصل الشتاء بشرتك ما بتنشفش، ما بتشققش، ما بيبقاش فيها اي مشاكل من دي. تمام تاني حاجة، لا وهي المفروض اول حاجة بقى، المادة اللي بتفرزها البشرة الدهنية دي بتخفي علامات تقدم السن حلو قوي ده. بجد، بتخفي عندك التجاعيد. يعني لو واحدة مثلا عندها 35 سنة او 40 سنة بشرتها بينها دهنية، السن اقل بتحس ان شوية. بشرتها اصغر من كده سنا، وبتحسي فيها نضاره مش بتلاقيها في اي نوع بشره تاني. تمام حلو قوي. طيب نيجي بقى للعيوب بتاعتها. العيوب بتاعتها ايه؟ العيوب بتاعتها هي برضو مميزات مش عيوب، بس اللي بيستعملها غلط بتبقى عيوب. على حسب بقى استعمال كل شخص لنوع بشرته ده على او حسب. انا البشرة فاهمه عامة نوع بشرتي، الدهنية. على فكره انا بشرتي دهنيه. تمام حلو قوي. ماشي. العيوب بتاعتها، العيوب بتاعتها اللي بيشتكوا منها اغلب البنات، الميك اب مش بيثبت على بشرتي، انا بشرتي دهنيه، الميك اب بتاعي تمام بيسيح، بشرتي بتشربه. بس اكيد طبعا في حاجات اكيد بتعملها طبعا علشان الميك اب بقى. تعالج بقى حاجة زي دي طبعا اكيد. تمام طبعا ايه، الحبوب اللي بتظهر، الدهون الكتير اللي بتظهر في البشره،
الرؤوس السوداء. طيب معلش يا منى هقطعك، احنا معانا اتصال استاذه امل. تمام. الو الو الو، الو، ازيك يا استاذه امل؟ اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا استاذه هبه، منوره الدنيا الحمد لله كلها. يا حبيبتي، ربنا يبارك لك يا رب يا حبيبتي. تسلمي لي تسلمي حبيبه لي قلبي، تسلمي، منوره الدنيا كلها يا قلبي. حبيبتي، تسلمي يا رب يا روحي، تسلمي. ممكن اسال استاذه منى؟ اه يا حبيبتي اتفضلي، اتفضلي يا معاكي حبيبتي. اتفضلي. ازيك يا استاذه منى، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، تمام. تسلمي لي اتفضلي حبيبه قلبي، شغلها ما شاء الله جميل جدا، ربنا اتفضلي. يبارك لها يا رب. يا رب يا حبيبتي ان كنت شاء الله. عايزه اسال عنك، في بشرتي فيها كلف تمام وفيها رؤوس سودا بسيطه كده، تمام تمام انا اخدت عندها جلسه بيتا درم ما شاء الله، نضارة درما بشرتي، بين، كنت تمام. عايزه اسالها بقى على الكلف ده، هل عندها اجهزه؟ تمام يا تمام. حبيبتي، هي معاكي، هترد عليكي حالا. شكرا لاتصالك. بصي، اولا ماشي هي يا منى بتقولك اتفضلي. عندي كلف وعندي رؤوس سودا. رؤوس تمام. سودا طبيعه البشره الدهنيه، اه موضوع اصلا الحلقه اللي احنا هنتكلم فيه بما انك حلوة اوي. اخترتي البشره الدهنيه. تمام تمام. موضوع الكلف ده هي بتقول عملت عندها جلسه، تمام هي مشكله يعني البنات او السيدات ان انا عايزه اجي من جلسه واحده يودي كل اللي في بشرتي. اه لا ما ينفعش، حاجات بصي مش بقى صح. لها، ايوه يعني حاجات بقى لها سنين عايزاها في جلسه واحده تروح مش يعني. صح. فهي ايوه لو فعلا كانت اكيد انتظمت كل حاجه اكيد كانت محتاجه شافت، وقت. اكيد كانت شافت نتيجه. انا تمام. بعمل جلسات درما يعني هي بينه واكيد المفروض ان هنتكلم هي عنها. كانت تستمر شويه علشان الموضوع هكلمك الكلف، عن الكلف الجلسات ده بتاع يروح، درما بين، صح بس كده؟ اه بس تمام. نكمل اه العيوب طبعا اتفضلي. اه بتاع تمام البشره. معاكي اتفضلي. طيب عيوب البشرة الدهنية ايه؟ برضو تمام. البثور السوداء، الدهون الزيادة، عدم ثبات الميك اب، الحبوب والبقع مكان الحبوب. نعمل ايه بقى؟ تمام. نعمل ايه؟ قوليلي، ده مجالك يعني، المفروض انت مين اللي تفيديني في الموضوع ده، نعمل ايه بقى قوليلي نعمل ايه. لتجنب العيوب دي؟ تمام امشي معاها خطوة خطوة. تمام اول حاجة استعمل نوع غسول كويس لبشرتي، انا بشرتي حلو دهنيه، قوي. تمام. في بنات كتير بتقول انا بشرتي دهنيه وعندي دهون كتير، فاستعمل الغسول على طول. يعني كل ما ادخل اغسل وشي اغسل بغسول؟ لا، لا ده حاجه طبعا غلط غلط جدا. اكيد. اه لازم نستخدمه مرتين، مره صبح ومره بالليل. تمام الغسول مرتين بس للبشره الدهنيه، حلو بحيث قوي. ان انا برضو احافظ على نسبه الرطوبه بتاع البشره بتاعتي، بالظبط. ما خليهاش تجف مني. ماشي تمام حلو. غسول مرتين في اليوم، تمام. اشرب ميه من لتر لترين ميه، وده عامة أصلا في جميع أنواع البشرة يعني، ده جميع في انواع مش البشرة، دهنية بس عامة يعني، صح؟ في جميع انواع البشرة هو تمام. حاجة صحية. المستحضرات التجميل اللي بنقيها، انا بشرتي دهنية، لو حطيت اي مستحضر تجميل يعني نوعه رخيص او رديء شوي ده بيدمر لي بشرتي، مش حاجة تمام. وخلاص، لا ده فعلا بيدمر لي بشرتي. طيب معلش هقطعك تاني، ومعانا اتصال تاني، معانا جنى. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا جنى؟ الو الو. ايوه ازيك حبيبتي، يا استاذه هبه، الحمد لله يا حبيبتي بخير. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا روحي. احنا بنشكرك على الحاجات الجميله اللي بتجيبها لنا دي، تسلمي لي يا رب يا حبيبه صراحه قلبي، والله يعني بتدينا تسلمي امل كده. حبيبتي، تسلمي، ده من ذوقك. الله يخليكي. انا عايزه بس اشكر منى ماشي يا ان حبيبتي انا عملت اتفضلي عندها معاكي. جلسه ديرما بين. تمام هي بصراحه يعني عارفه في يعني في امانه، هي جت قالت لي يا ديما انت كان عندي كلف وكده، انت عايزه 6 جلسات. عملت تمام 6 جلسات فعلا، في اخر الجلسات انا حسيت بفرق، تمام حلو يعني قوي. حسيت ان انا بشرتي اختلفت جدا يعني. طيب عملت كذا كويس. جلسة مش اه جلسة بالظبط. واحدة. اه كملي كورس يعني. عارفاني عارفاني يا منى، انا جنى. اه يا قلبي اهلا بيك يا جنى. ايوه لا بجد والله يا منى يعني النتيجه الحمد لله، شكرا جدا عليها. تسلمي يا ماشي يا حبيبتي، حبيبتي، شكرا لاتصالك يا جنى. ماشي يا منى اتفضلي كملي. بس يعني كنا بنقول كنا بنتكلم انت في عيوب بتنسيني، ما تخلي طبعا المكالمات دي اخر الحلقة. معلش بقى هما بيتصلوا نعمل ايه. طيب طيب تمام. ماشي يا حبيبتي اتفضلي. كنا بنتكلم عن نفس الميك اب، الغسول. اه اه والميك اب الغسول كمان. تمام. نغسل وشنا من الميك اب، ما ينفعش انام تمام بالميك اب، ابات بيه ما ينفعش، لازم اغسل وشي كويس جدا من الميك اب قبل تمام ما انام، ومكعب تلج وامشيه على وشي، او مكعب ميه برد
هو مشي على وشي، ده بيعمل قبض للمسامات تمام حلو وبيفيد البشره جدا. تمام. المميزات بقى، ده كده عيوبها. تمام. المميزات بتاعتها بقى، يعني ازاي افضل مخليه بشرتي رطبه. ماسكات اللي هي الماسكات الطبيعيه، يعني كلنا عارفين الماسكات الطبيعيه كتير جدا. تمام. عادي سهل ان اي حد يعمل ماسكات طبيعيه في البيت يعني. تمام. طيب احنا كنا بنتكلم عن موضوع المسام اللي هي الواسعه اللي بتكون ناتجه عن البشره الدهنيه. هي تمام. بصي ممكن اعرف طالما في بشره دهنيه في مسامات واسعه. تمام. في حبوب. في رؤوس سوداء. ده طبيعي. تمام. طيب معانا صور هتتعرض دلوقتي، ممكن تعلقي لنا بقى عليها وتقولي لنا عملتي فيها ايه؟ تمام. الصور اهي. دي جلسات دوما بين. تمام. دي جلسات دوما بين، بس دي كانت مشكلتها كبيره شويه. كان نمش واضح اصلا وكلف. كمان ان كانت حروق شمس. تمام. يعني هي ايوه باين قوي يعني. بصي الصوره هي اصلا مدربه سباحه، فبتنزل في الشمس تمام. كتير جدا. تمام. طبعا انتوا كويس ان انتوا قاصين خلاص الصورة بتاعتها. تمام. دي عملنا جلسات ده ما بين. النتيجة اصلا ما شاء الله واضح ان في فرق فظيع جدا. بس بين دي ما شاء الله كانت عندها بين الصورتين، يعني فرق شاسع. كانت عندها اصرار ان هي تكمل. دي خدت من 8 ل 10 جلسات. يعني مش متذكرة. لا بس النتيجة حلوة جدا يعني. لا النتيجة مبهرة. تمام. هي طبعا هي دي اخر نتيجة. دي اخر نتيجة صح كده. تمام. بعد اللي هو بعد العشر جلسات. بعد العشر جلسات. كانت متعبة بقى في شغلها؟ لا بصي، هو اللي بيريحك ان العميل اللي قدامك مكمل. مكمل. فانتي بتوري له النتيجة وهو بيشوف النتيجة. فمش اللي هو ان انا اروح اعمل جلسه وخلاص. يعني هي برضو اكيد اللي خلاها تكمل او كده ان هي كل جلسه اكيد كان بيفرق، بتشوف حتى الفرق. لو حتى لو حاجه بسيطه كان بيفرق عن المره اللي قبلها، فاكيد ده شجعها برضو ان هي طبعًا. تكمل. اكيد هي بتشوف الفرق فعشان كده بتكمل. بالظبط. دي جلسات دايما بينا. اكلمك عن الجهاز ده، حلو جدا. تمام. ده موجود برضو في السنتر عندي. تمام. طيب بالنسبه للمسامات الواسعه. نرجع تاني. نعمل فيها ايه او ايه حلها او نصايحك ليها ايه؟ خيار من الثلاجه. طبعا دي اسهل حاجه في الدنيا. هتجيبي خيار. تمام. تمام. ماسك الخيار ده حلو جدا. تمام. طبعا احنا عارفين الفيتامينات بتاع الخيار للبشره. تمام. بنجيب مثلا نص خيارية وبنفشرها جدا. تمام. ونحط عليها عصير ليمون. تمام. ماشي. حلو. يعني نص ليمونه، نص العصير بتاع الليمون. طبعا فيتامين سي. تمام. تمام. وبنعمله ماسك على البشره، يعني بيقعد من ربع ساعه لثلث ساعه. تمام. حلو قوي. تمام. بعد كده بنغسل بشرتنا كويس. تمام. ده يعني تعمليه مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع، ده حلو جدا. مرتين. وفي برضو وفي ماسك العسل. طبعا انت قلتي لي عايزين كلها حاجات طبيعيه. طبعا. طيب بصي، في ماسك العسل. هو كل اللي احنا بنقوله ده خاص بالبشره الدهنيه بس؟ خاص البشره الدهنيه. صح كده. الخيار ده ولا كل انواع البشره. تمام. بس تخصص بشره دهنيه. تمام. يعني خلينا طيب في الماسكات اللي هي بتاع البشره الدهنيه. طب قبلها بقى عشان ما تتلخبطيش معانا، اتصال تاني. نادين. ايوه. الو. ايوه. الو. أيوة. اتفضلي يا نادين. ازيك يا استاذه هبه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله منورين يا رب دايما يا روحي. تسلم يا ربي حبيبه قلبي، اتفضلي معاكي. منى اهلا بيك يا نادي. ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبي تمام. انا طبعا عايزه اقول استاذه منى شغلها جميل جدا. تسلمي يا نادي. وانا من كذا سنه اول ما اتعاملت معاكي وانا مش عارفه اغير عندك خالص، لاني قد ايه السنتر بتاع حضرتك نظافة وقد ايه بتهتموا بالتعقيم وبتختار بنات وبتختار بنات شغلها جميل جدا قوي معاها برضو. وانا عملت عندك جلسة التنظيف بشرة، تنظيف عميق، قد ايه كانت جميلة وفرقت معايا جدا وكانت حلوة قوي. تمام يا قلبي. سؤالك ايه يا نادي؟ تسلم ايدك يا حبيبتي. كنت قلبي. عايزه اسالك بقى لحد ما اجيلك ازاي بقى اهتم ببشرتي وانا بشرتي دهنيه. تمام. ازاي اهتم بيها يعني؟ تابعينا بقى.
موضوع الحلقة تابعينا. ماشي حبيبة قلبي. ماشي يا نادين، شكرا لاتصالك يا حبيبتي. منا رجعنا تاني اهو. بصي خلينا طيب دلوقتي كلمينا في الماسكات اللي هي خاصة بالبشرة الدهنية بس، تمام؟ علشان برضو اللي بيتابعنا وكده، احنا كده قلنا حلقتنا الخيار. تمام، الخيار ده انت قلتي ان هو لكل انواع البشرة صح؟ لا، بس اكتر البشرة الدهنية. بشرة دهنية صح كده. العسل. تمام، العسل طبعا في كتير بتقولك انا بشرتي دهنية مش هحط عليها عسل لان احس بدهون اكتر. لا طبعا، العسل مفيد جدا جدا للبشره الدهنيه. اولا بيقفل مسامات البشره، بيعمل انكبار. تمام، حلو قوي. ثانيا المواد بتاع العسل، كلنا عارفين ان العسل فيه مواد مضاده للاكسده، تمام، فبتعمل نضاره للبشره يعني بطريقه غير عاديه، كانك بتحطي بوتكس كده لبشرتك او تمام. تعملي عمليه بس ده تجميل. بوتكس رباني بقى. بجد والله. تمام. تعملي العسل بيه، بتعمليه لوحده ما بتضيفيش عليه اي حاجه. تمام، بتعمليه مره واحده في الاسبوع. ماشي، وبتغسليه بعديها بميه دافيه، ما ينفعش تغسلي العسل بميه ساقعه، تمام، لازم تغسليه بعديها بميه دافيه. تمام تمام بس طيب بس. طيب عايزين بقى كام ماسك برضو كده، كلها برضو حاجات طبيعيه، يعني بحيث ان اي ست بيت تقدر تعمل الحاجات دي، مش لازم ان هي تروح سنتر مثلا او كده، لان في ناس ما بيبقاش برضو عندها وقت كافي ان هي تروح، وفي تمام. ناس برضو خلينا يعني صراحه ظروفها ما تسمحش ان هي مش تروح قادره ان هي تروح بالظبط، سنتر فخلينا وتدفع حتى كام لو حاجه ماسك كده رمزيه. تمام كلها حاجات طبيعيه من البيت، من الاخر يعني اي طيب ست بيت تمام. تقدر تعملها وهي قاعده في البيت، بصي، اي حد لأي هياخد نوع مني بشرة بقى مش للدهنية بس. اي حد هياخد مني الماسكات دي وهيعملها بجد هيدعي لي. ان شاء الله يا ماشي. حبيبتي، ان شاء اولا الله. البشرة الدهنية بتحتاج ان هي تتنضف كل اسبوع مرة، او تعملها تنظيف عميق، او تعملها تقشير. تمام، تعملي بقى التقشير ازاي؟ ماسكات طبيعية لو مش هتروحي بقى بيوتي سنتر او حاجة. بصي، جيبي معلقتين شوفان، شوفان اللي تمام هو تاخده للتخسيس في الحاجات دي، تمام. وتطحنيهم. ماشي، وبتحطي عليه عصير طماطم. تمام. ده طيب احنا برضو معانا اهو الريفيوهات بتاع الـ بتاع الـ الناس اللي بتكون موجودة عندك والمتابعين اهي. تمام، ده رأيهم طبعا في شغل منا، معنا اكتر من ريفيو. الناس طبعا بتشكر في شغل منا جدا، والاداء الكويس، وان هي طبعا معاملتها كويسه جدا معاهم. فلو انت حابه تعلقي منا على حاجه او كده. بصي، انا بفرح جدا بالريفيوهات دي، انا ما تمام، بحبش حلو قوي. العميل يطلع من عندي وما يقولش رايه في حاجه، حلو قوي. حتى لو كان في مثلا حتى يعني لو كان رأي تقليل، يعني ان هو تعليق مثلا بالسلب او حاجه، او اللي هو حتى لو كانت حاجه ما اراء كانتش سلبيه، عاجباه لا لا قوي لا يعني، عادي، فاهمه؟ اه حتى لو كانت اراء سلبيه، لا ده بالعكس، ده انت لما الناس تنتقد حاجه عندك انت تقدري تظبطيها بعد كده. بتظبطي. انت ممكن يكون حاجه عندك انت ما كنتش واخده بالك منها، فلما حد بينتقدها انت بتقدري انك انت تظبطيها. بس بالظبط الحمد لله ما كده، عنديش انتقادات، الحمد لله. كلها عايزه تقولي حاجه ريفيوهات يعني، للمتابعين بتوعك يا منى؟ كلها ريفيوهات الحمد لله، يعني الحمد تشجعك ان لله. انت تكملي. تمام، ماشي. نرجع بقى لموضوع الماسكات تاني، نرجع اللي هي لكل انواع البشره بقى ماسكات اللي تقشير. اتفقنا عليها ان هي ماسكات طبيعيه. ماسكات تقشير احنا تمام. قلنا هنجيب شوفان، تمام، معلقتين دقيق شوفان، تمام، مع عصير طماطم، تمام، ماشي، مع حبه ليمونه كده تعصريها، ماشي تمام، ماشي، وبتدلكي بتحطيه في بشرتك. ماشي، ومعلومه كمان للبشره الدهنيه، اي ماسك احطه على بشرتي ينفعش اقعد افرك في وشي كتير، لان ده بيزود من افرازات البشره الدهنيه. غلط، يعني انا ممكن ايه طبطبه احط كده. طبطبه كده، طبطبه كده، احط كده تمام، طبطبه على وشي كله لحد ما بشرتي تتشرب الماسك. الماسك تمام، بعد كده ايه بغسله. هو عامة طبعا بيبقى مدة اي ماسك مثلا من ربع لتلت ساعة من صح ربع كده؟ لتلت ساعة. تمام، طبعا الطماطم والشوفان بيجف على طول في على البشرة، البشرة. بيجف على طول، يعني هو بياخد كتير 5 دقايق 10 دقايق. حلو انت لو قوي. عايزة تسيبيه تمام ربع ساعة تمام عادي، تمام مفيش مشاكل. طبعا احنا عارفين الليمون غني بالكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي،
تمام. فحلو جدا لنضارة البشرة. تمام. بصي في ناس ما بتستحملهوش ان هي تعمله كده اللي هي على بقى بشرتها. بشرتها حساسة شوية. لا عادي، ولو بشرة دهنية برضو ممكن ما تستحملهوش، لان هو بياكل شوية في البشرة. فهي ممكن بقى تضيفه على الطماطم وتضيفه تمام على الشوفان، ده ماسك تقشير بشرة حلو جدا. تمام نيجي بقى الماسك تفتيح. تمام احنا كده قلنا عشان بس ما حدش يتلخبط، قلنا الطماطم مع الشوفان مع الليمون تمام، ده ايه تقشير. تمام عايزين بقى تفتيح. تمام طماطم مع تمام زبادي، تمام طماطم مع سكر، طماطم تمام مع عسل، كله ده تمام تفتيح. عايزه اقولك ان الحاجات دي متجربه مره واتنين وتلاته وحلوه جدا يعملوها نتيجتها. هنا قد ايه، في كام مره في الاسبوع مثلا، بصي من كام هو لكام التفتيح عامه ممكن تعملي ماسكين او 3 ماسكات في عادي الاسبوع؟ تفتيح بشره مش هيضر خالص، وبالذات دي حاجات طبيعيه ما فيهاش اي ضرر. لا بالعكس ده هتفيدك، يعني لو ما فكيك، لو ما لو ما قدمتش فادتش يعني افاده مش لبشرتك هتضر مش هتضرك. بالفعل. لكن تمام التقشير هي بتبقى مره واحده في الاسبوع، ينفعش تمام اعمل تقشير لبشرتي اكتر من مرتين مرة. او 3. تمام هي حتى مرة واحدة تنظيف بس البشره العميق لو بتروح بيوتي سنتر هي مره واحده بس كل في اسبوع، الاسبوع. او كل تمام 15 يوم مره، يعني كتير غلط بالذات لو بتعمليه بيجهد باجهزه. البشرة اكيد طبعا. بيجهد البشره، ولو انت مش عند حد متخصص او يعني ما يعرفش انواع بشرتك ممكن يبوظ الدنيا. تمام. طيب تعالي بقى نتكلم شوية عن الأجهزة بقى اللي انت بتشتغلي بيها، اللي شفنا بيها الصور طبعا ونتائجها كانت جميلة جدا يعني. كلميني عن أنواع الأجهزة الأول. طيب انا عندي هي. بس يعني ماشي، الأجهزة اللي موجودة عند منا يعني، بص احنا عارفين ان انت بتشتغلي بماسكات طبعا وكل حاجة، اكيد طبعا. بس اكيد مش هتستكفي بالماسكات بس، يعني النتائج دي مستحيل تبقى ماسكات بس، اكيد أجهزة. فكلميني الأول عن الأجهزة اللي عندك وبعد كده نبدأ نشرح كل جهاز بيعمل إيه. طيب تمام. اولا اللي هي العميلة اللي كلمت اللي هي نادين تمام بتقولك عاملة تنظيف بشرة عميق، تمام ده بدون اي اجهزة، ده انا بستكفي خالص. بالبخار تمام بالابرة اللي هي بتاع الرؤوس السوداء، وكمان مش بستعمل الابرة كتير كتير يعني بيتك على موضوع الابرة لان هي بتطلع البثور اسهل. تمام لكن هي فيما بعد غلط على البشرة، بتفتح المسامات. تمام. ولو حد بشرته حساسة برضو، في بشرة دهنية وحساسة مع بعض، الاتنين مع بعض، مش عشان تمام بشرتي دهنية ما تبقاش حساسة، لا تبقى الاتنين عادي متواجدين مع بعض، فبتعمل علامات. فانا مش يعني ايه مش بتك كتير على موضوع الابرة بتاع التنظيف. العميل اللي بيبقى محتاج بنعمل له. تمام بيبقى محتاج ازاي يا هبة؟ بيبقى مأهمل في بشرته، تمام ما بيبقاش عامل مرة واتنين وتلاتة تنظيف، بيبقى اسيب تمام بشرتي حد ما فعلا البثور والدهون كونت فيها، وبعد كده افكر ان انا ايه اروح بيوتي سنتر ان انا ايه اعمل تمام التنظيف. نتكلم سريعا يا منى معلش عن الاجهزه لان مش معانا وقت. طيب احنا ممكن نختار جهاز ديرما بين، تمام لان انا بفضله بكل الاجهزه اللي عندي. تمام حلو قوي. تمام. هو في كذا نوع اجهزه. تمام الديرما بين ده اللي هي الصور اللي حضرتك عرضتيها. تمام تمام. دي لو في كلف، لو في نمش، لو تمام في بثور، تمام لو في حبوب تحت الجلد او حبوب هو بيعالج بقع، عامه كل بيعالج الحاجات كل ده اللي بتكون مبهدله البشره عامه من يعني. كام جلسه على تمام حسب بشرتك وبتاخد كام جلسه. تمام في بشره ممكن تاخد جلستين ثلاثه، في على بشره حسب برضو يعني نسبه الكلف او الحاجه اللي موجوده في البشره على حسب البشره. صح كده. بس ده يعتبر من اقوى الاجهزه اللي موجوده عندك او اللي اللي موجوده عامه عندي. بتعالج البشره صح اللي كده. موجوده عندي وبحب ان انا اعمل بيها صراحه. تمام منى نورتيني جدا، والوقت عدى بسرعه جدا زي فعلا كل مره الحلقه بجد، خلصت. ويمكن دي اكتر من قبل كده. ان شاء الله لينا لقاء تاني مع بعض نكمل فيه كلام لان ان شاء الموضوع الله. لسه ما خلص. نورتيني يا منى جدا النهارده، اهلا اتشرفت بك يا بيكي حبيبتي، وطبعا بتفيدي جمهورك زي كل مره. تسلمي. استنونا الحلقه الجايه ان شاء الله يوم السبت الساعه 1:30 وبرنامجي وبرنامجكم بدايتك مع هبه. ترجمة